هل يجوز الدعاء باللهجة العامية في صلاة الفريضة بعد التشهد قبل السلام؟ هذا هو الأصل. الأصل الدعاء أن يخرج من القلب. لا تدعو دعاء أنت مو عارف معناه، ما يصير. افرض واحد هذا حصلت لي أو مو حصلت لي، يعني سمعت من واحد مباشر يقول كنا في الحج وجاء هذا الشيخ يقول قاعد يدعو دعاء كميل بن زياد وعلي بن الحسين، يقول كلمات غلجة زين، وقاعد يقول والله ما أفهمها أنا، بس قاعد آمين آمين، والله ما قاعد يقول كلمات عربية قديمة غلجة، يقول قاعد أقول آمين وأنا والله ماني فاهم شيء. الأصل في الدعاء أن يخرج من القلب، ولا يمكن أن يخرج من القلب وأنت قاعد تقول كلام إيش ما تفهمه، ما يصلح أبدا. وذاك أدعو من قلب. الأفضل أن تحفظ بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فتدعو بما كان يدعو به النبي، هذا أفضل شيء. إذا عندك مسائل خاصة بدنياك هذه ما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة فيك انت، ادعو لو بلهجتك العامية ما يضر، الله يدري سبحانه وتعالى، والله يعلم كل اللغات سبحانه وتعالى، ادعو بلهجتك العامية ما فيها شيء أبدا، ما يضر إن شاء الله تعالى. المهم أن يخرج الدعاء من القلب.